يا اهلا بكل حضراتكم، عوده لاخر جزء بقى في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، حيث تعليقات حضراتكم ردا على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقتنا النهارده، توقعات حضراتكم للقاء مصر والجزائر، الماتش هيخلص كام ومين اللي هيسجل الاهداف؟ نبدا يلا جوائز. محمد النادي 2-1 لمصر بس ما قالش مين اللي هيسجل، وفورزا اهلي 3-2 لمصر بس برضه ما قالش مين هيسجل. حسين السويفي قال 2-0 لمنتخب مصر، عمرو السوليه ومحمد شريف، ومحمد مجدي بيقول فوز مصر 4-0 واللي هيسجل شريف هدفين ومصطفى فتحي هدف والسوليه هدف. ماشي، اسلام مهني 2-1 لمصر والقضيه ممكن، محمود احمد فوز مصر 2-1 شريف وزيزو، واحمد طه التعادل السلبي. ليه كده يا احمد يا طه؟ ليه كده؟ ربنا ما يجيب تعادل لا سلبي. ربنا ما يجيبهاش. حسن عبد الكريم بيقول 3-1 لمصر، حسين فيصل، مروان حمدي، ومحمد شريف. وليد ناصر بيقول 1-1. خالد النبهاني المرواني بيقول 3-1 للفراعنه. محمد سالم هيبه بيقول فوز مصر 2-0. محمد مرضي فوز مصر 2-1، السلطان فوز مصر ان شاء الله ما حددش. طيب طارق اسماعيل فوز منتخب مصر 2-0 ان شاء الله. اوكي، الروبي الرايق بقى بعت وقال لك ايه؟ قال لك بثق في توقع نهوان وبضم صوتي لصوت توقعاتي. طب انا ما تصدق ممكن في النهايه، النهارده هقول توقعاتي. ماشي يلا. احمد عبده بيقول 2-2 شريف ورفعت، مصطفى رضا بيقول 2-1 لمصر. طيب شاكر محمد ان شاء الله باذن الله الفوز منتخب مصر 2-0، محمد شريف واحمد رفعت، محمد علي 3-0 ان شاء الله، قفشه وشريف واكرم. فارس القاضي بيقول مصر ان شاء الله هتفوز 3-1، محمد شريف وزيزو. محمد عبد الراضي بيقول ان شاء الله 3-1 شريف مصطفى فتحي السوليه. محمود الشقره 3-1 لمصر، يا ريت والله يا ريت. ورانيا بتقول ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني بنتيجه 2-0 وشريف هيجيب الهدفين. الله عليك يا رانيا. السيد البنا فوز مصر بهدف نظيف لمحمد شريف، ومروان ساهر 2-1 لمصر شريف وقفشه. عبده سيد بيقول في الاول وفي الاخر الكوره بتتلعب عشان تجمع الشعوب وتقرب. أيوة. المسافات وتزيد العلاقه محبه ما بين الشعوب، وبطوله كاس العرب خير دليل على كده. كل الاحترام لشعب الجزائر، وطبيعي يبقى في تحفيل سواء هنا او هنا، وهي دي طبيعه الكوره وزي ما بيحصل بين اي منتخبين في العالم او اي فرقتين. وعثمان محمد بيقول ان شاء الله مصر تكسب. عثمان محمد طيب نروح بقى كده. علي بقى حسين 2-0 لمصر، ابو ياسين 2-2. ليه كده؟ ليه كده؟ لا لا بلاش دي. ابو كريم عبده 2-0 للجزائر. معقولة؟ لا وحشة دي. ياسر البهيدي بقى عوضها لك، قال لك إن شاء الله مصر تفوز 4-0. 2-0 ليه كريم؟ أبو كريم ليه كده؟ طيب نختم بتوقعاتي. يلا أنت تقولي إيه؟ لازم أركز بقى. على فكرة ممكن أقول حاجة، والله أنا جت ثلاث مرات توقعت. أيوة صح ورا بعض. أيوة صح. أنا عشان اتفاجئت مش عارفة، بس أنا حاسة الفرق هيبقى يعني جول بس أو هدف، بس ربما الجزائر تحرز برضو هدف، بس يعني الفرق يعني إحنا هنفوز 2-1 مثلا، 3-2، 2-1 حاجة زي كده. أوكي. إحنا هيبقى فايزين بجول واحد. ربنا يصلح الأحوال أيا كانت النتيجة. أيا كانت النتيجة.